يلا بينا نكمل الاوبشنز. قلنا المرة اللي فاتت الكول اوبشنز، خلينا دلوقتي ناخد البوت اوبشنز. اهلا بيكم يا جماعة، اتمنى كله يكون بخير. خلينا نخش سريعا على البوت اوبشنز. ايه هي البوت اوبشنز؟ هي بالظبط عكس الكول اوبشنز، نفس الحكاية. انا هعمل ورقة، الورقة دي هكتب عليها ان انا، خلينا ناخد نفس الاكزامبل اللي خدناه المره اللي فاتت اللي هو على سي اي بي و10 جنيه. انا عملت حته ورقه، حته الورقه ديت مكتوب فيها ان انا هبيع 1000 سهم ب 10 جنيه في فتره لمده 3 شهور. دي الورقه اللي انا كتبتها وقاعد مستني حد يشتريها. في واحد دخل لقى الورقه ديت، اقتنع بيها، خدها. ليه؟ نرجع تاني ونقول نفس النقطة، عشان هو عنده رؤية معينة. اوكي؟ حلو كده؟ أنا لما عملت الورقة دي وبعتها خدت فلوس، اللي هي زي ما قلنا قبل كده بريميوم. خدت الفلوس دي وتخلصت من الورقة. بعد شهر، بعد شهر ونص، السعر بتاع السي اي بي نزل إلى 5 جنيه. اتصل بيا صاحبنا ده اللي خد الورقة، كلمني في التليفون، سيف انا محتاج الاسهم اللي انت وعدتني بيها من خلال الورقه اللي معايا. طبعا انا ببص على الاسهم بتتباع في السوق بكام؟ بخمسة جنيه، والراجل انا وعده بكام؟ بعشرة جنيه. في الحاله دي هو هيجي يروح جايب اسهم من السوق، المره دي هو اللي هيروح السوق، هيجيب اللي هو الستوك ماركت اللي هو البورصه، هيروح البورصة يشتري، هنقول 1000 سهم بالسعر بتاعها اللي هو 5، وهيجي يبيعهم لي أنا، ومش هيبيعهم لأي حد تاني غيري أنا، لأن أنا اللي مطلع الورقة دي، فهيبيعهم لي أنا بكام؟ ب10 جنيه اللي هي الورقة. فمعناها إن هو كل ما هو السعر هينزل كل ما هو هيكسب، لأن هو مثبت السعر على 10 جنيه، مثبت السعر عن طريق الورقة اللي مضاها معايا واشتراها مني ودفع لي فيها فلوس. فهيعمل الفرق اللي هو ما بين العشرة جنيه وما بين الخمسة جنيه اللي هي في السوق والعشرة اللي انا اتفقت معاه ان انا هديها له. ده سريعا كده فكرة البوت اوبشن. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتك سبسكرايب، شير، stay home stay safe، wish you a beautiful day.